الحاج الوالي اللي غادي يعطينا كلمه حول المشاركه ديالو في المهرجان الدولي العلوي في الدوره ديالو 12. مرحبا بك معنا في جريده الخبر. ممكن سي سفيان تعطينا يعني واحد التعريف يعني ديالك الجمهور ديالك اللي كيتفرج فيك؟ سميتي سفيان الوالي، تنغني المسجد ديال الاغنيه الشبابيه. دونك هاد العام هذا كانت ديجا سجلت واحد الاغنيه سميتها غير سير، اللي الحمد لله لاقي دابا واحد النجاح زعما لا باس به في اليوتيوب. دونك ومنها درنا واحد لاتوني، بدينا ان شاء الله بهاد المدينه الجميله اللي سميتها مدينه دبدو. وصراحه عندهم واحد المهرجان اللي هو مهرجان عالمي والدوره 12. دونك بالنسبه ليا انا كبدايه في الفن وهذا نبدا بهذا المهرجان، دونك شرف كبير ليا بزاف بزاف بزاف. بالنسبه لنا ممكن تقول لنا كيفاش جات المشاركه ديالكم في هذا المهرجان؟ بصراحه على حسب لي فيو ديال اليوتيوب، دونك الناس اللي خدامين في هذا المهرجان هذا شافوا الاغاني جداد هذا اللي مقطعين. دونك بارمي لي جون اللي عجباتهم لا شونسون مودرن، دونك عيطوا لي وقالوا لي واش تبغي تشارك معنا في هذا الفيستيفال. كان ما في كان كون بليزير، دونك جاو كان بروبليم. ممكن تقول لنا يعني الجديد ديالك للجمهور ديالك اللي كاين؟ الجديد ديالي ان شاء الله كاينه جوج اغنيات في راس السنه. كاينه وحده غتكون كلاسيك، سجل كلاسيك مع واحد البنت حتى هي يلاه باديه واش الطريق ديالها. كاينه اغنيه ستيل هاوس باش نغنيو كاع لي ستيل، يعني ما نغنيوش اغنيه شبابيه في ان ستيل واحد، دونك نغنيو كاع لي ستيل. كاينين جوج اغاني دونك هاوس اي كلاسيك. وكنخلي لك كلمه اخيره للجمهور ديالك اللي كتفرج فيك. الجمهور ديالي كنموت عليكم، ديما مساندينني، ديما معايا، ديما في جنبي فين ما مشيت. كنقول لكم ان كاينه لاباج ديالي سو فيسبوك سميتها سفيان جوالي، وكاينه لاشين في يوتيوب اللي ما غيلقاوش فيها لا شونسون باسكو ديجا حطيتها في واحد لاشين سميتها الميركون. دونك اللي بغى يشوف الجديد ديالي غيكتب سفيان جوالي غير سير في اليوتيوب غادي يلقى لا شونسون غير سير. واللي بغى يتبعني ديما ويشوف الجديد كلشي يعني الصغيره والكبيره ليا، كاينه اون باج فيسبوك سميتها سفيان جوالي، راه في لو ليان دوك الفيديو في بوان فيسبوك بوان كوم سلاش جوالي بوان اوفيسيال. شكرا لك، بارك الله فيك.